مأساة ذلك اليوم غيرت تاريخ اليمن إلى الأبد. أنور ما راح شي هدر، أنور راح وزملاء فجروا ثورة. عاد أنا مش أقدر أتفرج على ابني وهو بهذه الحالة، أديله من لحمي هذا، لكن ما بش. الإيمان الأكبر بالقضية والمبدأ والهدف والثبات على الموقف جاء من بعد ذلك اليوم. استحالة الرجوع عن ما بدأنا به جاء من بعد ذلك اليوم.